هنتكلم اكتر عن ماتش النهارده وعن منتخب مصر بشكل عام مع استاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي. مساء الخير عليك يا فندم. مساء الخير يا استاذه سعد. اكيد حضرتك دلوقتي متابع مباراه المنتخب اللي شغاله دلوقتي امام توجو، ازاي شفت التغيير الكبير اللي عمله كابتن حسام البدري على المباراه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. التغيير طبعا الامور الفنيه مش هقدر اتدخل فيها قوي لان دي تخص الجهاز الفني بجوده الكابتن حسام البدري، وتحديدا هنا التمس له عذر وحيد ان هو الفرق الزمني ما بين المباراه، مباراه السبت اللي فات ومباراه النهارده، ضئيل جدا، بيتخللها طبعا سفر مرهق تاني يوم لمده 6 ساعات. يعني الامور دي بتفرض يعني بتجبره على بعض الامور المعينه، منها التشكيل النهارده وغياب بعض العناصر ووجود عناصر اخرى وما الى ذلك. النقطة اللي حابب اتكلم فيها بعد اذن حضرتك مش اتفضل. التأهل، التأهل يعني ان شاء الله شبه مضمون، هم بياخدوا 2 من كل مجموعة، واحنا النهارده لو كسبنا يبقى ناقصنا نقطة ولسه قدامنا ماتشين غير مباراة النهارده ان شاء الله. لكن المشكلة هي في هيبة المنتخب المصري، بطل مش بطل، عملاق القارة السمراء، يعني هو حامل اللقب البطولة كأس الأمم الأفريقية ب7 بطولات، يعني أقرب حد لينا الكاميرون ب5. النهارده لما بنشوف نلاقي حتى المنتخبات اللي زينا شمال أفريقيا، الجزائر تأهلت امبارح من الجولة الرابعة، تونس هتتأهل النهارده عندها مباراة مع تنزانيا الساعة 9 بالليل. خليني بس اقول لحضرتك كمان ونعرف المشاهدين ان مصر منتخب مصر احرز الجون الثاني ومحمد شريف اللي جاب الهدف ده. كويس اتفضل جدا، ده شيء جميل. اتفضل. نرجع لمرجوانا، تونس هتتأهل النهارده، المغرب هتتأهل النهارده، السنغال اتأهلت امبارح هي والجزائر، فالمنتخبات الكبيره دي يعني اذا كنا احنا بنعمل كده موقفنا تأزم في مجموعه سهله جدا في التصفيات، طب ماذا بعد؟ يعني لو اتأهلنا هنعمل ايه؟ يعني لما نتأهل نعمل ايه؟ هي دي المشكله. يعني عايز اقول لحضرتك ان هو النهارده المشكله الكبرى عند الكابتن حسام البدري هي اعاده هيبه المنتخب المصري، اللي بصراحه يعني ما ينفعش يبقى تاني بعد جزر القمر، منتخب جزر القمر مع طبعا تقديري له كامل احترامي ليه، لكن في الاول وفي الاخر لا يقارن ولا هو ولا توجو ولا كينيا، طيب لا يقارن استاذ بمنتخب محسن، مصر. ممكن نقول فين المشكله يعني؟ ومن حق حضرتك انك تقول وجهه نظرك وعادي ان احنا نتكلم فنيا يعني. طبعا دي حاجه في الاول وفي الاخر بترجع لكابتن حسام البدري، ولكن في وجهات نظر فنيه ومن حق حضرتك انك تقولها. شايف فين المشكله؟ ليه ما بقتش موجوده هيبه المنتخب المصري اللي احنا عارفينه واللي هو الاكثر تتويجا طبعا بكاس الامم صحيح، الافريقيه؟ المنتخب للاسف ما لعبش بقاله يجي سنه تقريبا، يعني لعب اول جولتين ضد كينيا في القاهره وتعادل، وضد جزر القمر في جزر القمر وتعادل برضه، وبعدين قعد تقريبا يجي سنه بسبب طبعا جائحه كورونا. لكن لما المباريات رجعت تاني كان في الفيفا دي المنتخبات لعبت كلها، لعبت ماتشين، ماتش او ماتشين. منتخب مصر الوحيد اللي ما لعبش، او يعني احد منتخبات القلائل اللي ما لعبتش، ما استغلتش فرصه هذه الفرصه ولعب مباريات. كان حجه الكابتن حسام البدري وقتها ان كان معظم اللعيبه من الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هم كانوا داخلين على نصف نهائي دور الابطال والكونفدراليه، فاراد يريحهم. اوكي، انت افدت الانديه الثلاثه، لكن انت ضررت نفسك مع كامل التقديري للفرق الثلاثه الاهلي والزمالك وبيراميدز، لكن منتخب مصر يظل هو الاهم بالنسبه لنا كلنا، يعني وصورتنا كلنا. فهو غاب التجانس، لعيبه بعيده جدا عن المباريات، هو اشرك. طب مش هتكلم عنه في الامور الفنيه اكتر، لكن ده السبب العام ان هو بقى المنتخب بعيد عن المباريات، ما فيش تجانس مع بين اغلب اللعيبه، ده اللي خلق الفجوه الكبيره في اداء المنتخب المصري، بالرغم من ان هو يضم عناصر رائعه جدا، يعني يكفي ان عنده شويه محترفين، شويه المحترفين في اقوى دوري في العالم البريمير ليج، عنده محمد صلاح، عنده محمد النني، عنده تريزيجيه يعني، وحتى احمد حجازي كان لاعب برضه قادم من الدوري الانجليزي الى الاتحاد السعودي، وحتى لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز او اللعيبه المحليه بصراحه على مستوى عالي جدا. يعني هو ما فيش عذر، العذر الوحيد ان هو ما استغلش الفتره اللي فاتت في لعب مباريات يقدر على مباريات وديه على الاقل يقدر يقرب بيها، يعني يحصل التجانس بين بعض اللعيبه وخصوصا اللعيبه الجداد في الفريق. يعني شايف ان النقطه انه لازم يكون في مباريات وديه اكتر من كده ومعسكرات مثلا طويله. صحيح، هو ده فات اوله وخلاص، هو طبعا هيعمل ده ان شاء الله في الفتره الجايه، لكن طب هو اقصد بقول في لحضرتك السبب. اتفضل اتفضلي. في استاذ محسن وجهه نظر تانية بتقول انه طب ما في العالم كله ده مش بيحصل، مش دايما بيكون في معسكرات طويله وبنشوف واللعيبه ما بتلعبش مع بعض كتير، بس بنشوف انه في الاخر المنتخب بيظهر باحسن شكل. اوكي، كان ممكن ده يحصل، يعني ايه، جائحه كورونا ابعدتنا كتير عن المباريات، حتى احنا بدانا بعض اوروبا، الدور الالماني بدا والانجليزي وخلص، وكان لسه الدور المصري ما بداش، حتى دوريات دوري ابطال اوروبا بدا وانتهى، وكان لسه دوري ابطال اوروبا ما استكملش رغم ان هو كان بقى فيه 5 مباريات. الدوري الاوروبي استكمل وخلص، وكان لسه برضه يعني احنا اتاخرنا، هم كان عندهم
سبقونا شويه في الغرب، سبقونا ولعبوا كل مبارياتهم وخلصوها بدري بدري، لعبوها في منطقه بقى مجمعه في البرتغال زي كده، دوري ابطال اسيا متلعب مثلا في قطر الجزء الشرقي والجزء الغربي والجزء الشرقي اتلعب ما اعرفش في استراليا، يعني الاولى حل. احنا خدنا وقت طويل جدا عبال ما المباراه دي رجعت، سواء الدوري المصري اللي هو بالنسبه للكابتن حسام بدري الاساس، او حتى دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه اللي فيها الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هي اغلب عناصره الاساسيه. فلما غابت الاحتكاكات دي بالنسبه لي وبالتالي ما فيش تجمعات، هو زاد الطين بله بكل امانه، وما لعبش في الفيفا دي او في التوقفات الدوليه، ما لعبش ماتشين وديين، كل المنتخبات لعبت، كان يقدر يعمل ده، يجرب لو هو عايز لاعب او لاعبين كان يقدر يعمل، لكن هو ما عملش ده. بس ده محلول في الفتره الجايه. انا عن نفسي مش خايف على التاهل، لان بالنسبه لي التاهل ما فيهوش اي مشاكل خالص، لكن هيبه المنتخب المصري زي ما قلت لحضرتك، يكفي اقول لك حاجه بسيطه بس، الصحف توجو بعد المباراه بتاع يوم السبت هجمت كلود لوروا، يعني صاحبه في توجو تريبيون قالت ان هجمه كلود لوروا اللي هو المدير الفني لتوجو، قالت كان في الامكان افضل من مكان، افضل من مكان يعني، انا على الاقل يتعادل، تخيل هم زعلوا ان هم اتغلبوا النصر 1-0 وصلنا الى هذا الحد. لا بصراحه كان شكله مهم جدا، المنتخب كابتن حسام البدري ورفاقه في الجهاز الفني وبقيه اللعيبه عليهم حمل كبير جدا، يرجعوا تاني هيبه المنتخب المصري اللي بقى شكله وحش جدا في القاره الافريقيه. بالرغم فعلا ان منتخب توجو مش منتخب كبير في افريقيا يعني علشان يتكتب كلام زي ده، بس خليني برضو صحيح. اسالك، هل شايف انه غياب محمد صلاح برضو كان مؤثر بشكل كبير عن المباراه دي؟ هو غياب محمد صلاح يؤثر طبعا، لاعب كبير مش عايز كلام، لكن مش هقدر اقول الكلام ده مش هو ده وانا السبب بلاعب، الرئيسي. مش هقدر اقول الكلام ده وانا بلاعب توجو وكينيا وجزر القمر يا جماعه، الكلام ده لما لاعب السنغال، الجزائر، المغرب، تونس، كوت ديفوار، نيجيريا، المنتخبات، غانا، اللي اقدر يبقى فيه، يبقى انا محتاج كل عنصر، لكن معلش مع كامل احترامي وتقديري برضو لكل منتخبات المجموعه الثلاثه، مش غياب محمد صلاح ولا النني ولا الشناوي ولا تريزيجيه ولا اي حد ده اللي هياثر، لا دي يعني مش ده المؤثر، هو مؤثر طبعا، لاعب لو موجود كان يقدر ينهي لك المباريات باكبر عدد من الاهداف، لكن مش ده السبب الرئيسي، ومش محمد صلاح اللي يقول ان انا خسرته قدام منتخب زي توجو. واصابه النني برضو مش شايف ان هي ممكن تكون مؤثره بشكل كبير في نفس مباراه الكلام، النهارده؟ نفسك اكيد مؤثره طبعا، دي لعيبه اساسيه ولاعيبه كبار في البريمير ليج في ارسنال وفي ليفربول، لكن المنافس بيخليني ما اقدرش اقول، يعني ما اقدرش اقول الكلام ده، مش هضحك على نفسي، مش هقدر اقول غياب صلاح وانني اثر على منتخب مصر، انا بلعب توجو يا جماعه للمره الثانيه، انا بلعب توجو مش منتخب غانا ولا السنغال ولا كوت ديفوار ولا نيجيريا ولا الجزائر ولا تونس ولا المغرب، ما لما العب الناس يغيب عني انني وصلاح هعمل ايه؟ لا طبعا لا يبرر طيب، بكل امانه احنا متفقين انه الجهاز الفني محتاج يرجع منتخب مصر لمستواه المعهود لهيبه منتخب مصر، مظبوط. واول نقطه عند حضرتك انه فكره كان يكون في مباريات وديه او معسكرات طويله او يكون في تجانس بين اللاعبين عشان ما نشوفش اللي احنا شفناه في المباراه اللي فاتت اللي هي صحيح. الاعتماد على المهارات الفرديه، ما كانش في صح. تكتيك واضح. طيب شايف صح. ايه تاني ممكن يكون من وجهه نظرك يعني ممكن يكون محتاجه كابتن حسام البدري او المنتخب علشان يظهر تاني بالشكل الشكل اللي احنا عارفينه المعهود، الشكل المميز لمنتخب مصر غير مثلا المباريات الودية او المعسكرات؟ يعني انا مش شايف بكل امانه كابتن حسام البدري، انا يمكن كنت قريب منه لما كان مدير فني النادي الاهلي قبل كده في ثلاث فترات سابقه، كان بيحرص على بعض الجمل انا كنت بشوفها، حتى كان بيبقى اداء مميز النادي الاهلي بيها، لما درب حتى قبل كده فرق بره، المريخ السوداني، ما اعرفش ليبيا، لما درب كان ليه بصمه، لحد حتى هذه اللحظه بصمه الكابتن حسام البدري اللي احنا عارفينها في السابق مش ظاهره في المنتخب، انا مش قادر افهم ده سببه ايه، يعني هل هو مش عارف يحصل مش قادر يعمل، مش قادر يطبق فكره التدريبي على اللعيبه، انا دي علامه استفهام، اتمنى الكابتن حسام هو اللي يجاوبها مش انا، لان انا كنت بشوف ده، انا فاكر في مره في نهائي 2012 دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والترجي في رادس، الاهلي فاز فيه 2-1، سالته كان الاهلي كان بيلعب كرات قصيره يعني كانت تيكي تاكا افريقيا ساعتها، فسالته عليها قال لي انا بضرب عليها اللعيبه لكن هي بتحتاج لتركيز شديد جدا 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 من اللعيبه، تاخد مني وقت، ده مش موجود مع المنتخب، مع ان معاك القماشه عاليه جدا جدا جدا، انت بتضرب محمد صلاح وبتضرب النني وتريزيجيه والى اخره بقيه القائمه يعني محليين او محترفين، لحد النهارده مفيش بصمه ظهرت، ومفيش بصمه واضحه ظهرت للجهاز الفني، وخصوصا الكابتن حسام البدري اللي كان ليه تاريخ كبير ومشرف قبل كده. طيب عايز اعرف برضو يعني اذا كان في اي علامات استفهام كانت عند حضرتك على مثلا القائمه المختاره لمنتخب صحيح. مصر، كان في شايف يعني انه في لعيبه تالقت في الدوري المصري وكانت تستاهل تنضم للقائمه من وجهه نظرك طبعا. طبعا يعني مثلا انا شايف ان غياب احمد فتحي كان غير مبرر خالص بكل امانه، مش موضوع الشاره اللي يخلي لعيب يغيب بقيمه احمد فتحي، محمود كهربا مش عشان طبعا في النادي الاهلي بسبب خلاف ما مع كابتن محمد فضل، مش ده السبب اللي يخليه يغيب، ماشي مفيش مشاكل، انضمام رمضان صبحي اللي ما كانش لعب لمده تقريبا 11 شهر
ما كانش لاعب غايب تماما 11 شهر، ومع ذلك بيضمه، لا خلاف طبعا على موهبه رمضان صبحي، لكن يعني لاعب بقاله ما لعبش فترة غيره كبيرة ما لعبش، بقاله كده سنة تقريبا. بالظبط. اه يعني الامور دي يعني كانت كلها دي علامات الاستفهام في قائمه الاختيارات بتاع كابتن حسام البدري. يعني بصراحه انا ما لقيتش رد مقنع لانضمام رمضان صبحي الغائب منذ 11 شهر عن المباريات، او لغياب احمد فتحي او لغياب محمود كهربا. دي كانت علامات استفهام كبيره جدا حول القائمه اللي اختارها المباراتين توجو في الجولتين الثالثه والرابعه. ولكن بالنسبة لك تشكيلة مباراة النهاردة ممكن تقول انه في فرق هيحصل في المنتخب، في شكل المنتخب الفترة اللي جاية ولا لا؟ لا مش دليل، مش ده مش مبرر، لان مباراه النهارده لها ظروف خاصه. عنده لعيب غاب امبارح محمد النني اساسي طبعا، غاب بسبب كورونا، قبل منه كان في محمد صلاح، وبعدين الفرق الزمني ما بين المباراتين وعناء السفر ده اثر شويه، خلاه ممكن كجهاز فني يعني يريح لعيبه على حساب لعيبه او يختار لعيبه معانا، لكن ده مش مؤشر نهائي للفتره اللي جايه. طيب خليني اروح مع حضرتك برضو للمنتخب الاولمبي. ازاي ممكن نقيم الدوره الرباعيه الوديه اللي شارك فيها المنتخب الاولمبي؟ تعادل قدام كوريا وكمان عنده ماتش مهم النهارده ان شاء الله الساعه 9 قدام البرازيل. ايه الاستفاده اللي ممكن منتخب كابتن شوقي غريب من المباريات دي ياخدها؟ لا طبعا استفاده كبرى. يعني عايز اقول لحضرتك ان منتخب كوريا الجنوبيه بيتميز بالسرعات العاليه جدا، والبطوله دي بصراحه انا بشيد بالكابتن شوقي غريب، ان البطوله دي كانت هتقام في السعوديه. لما حصل موضوع الحظر والاحترازات والكلام ده كله قدر يجيبهم هنا في القاهره، منتخب تقيل جدا زي منتخب البرازيل، المنتخبات المرشحه اصلا للفوز بالدور الاولمبيه، قدر يجيبه هنا باللاعبين الكبار منهم لاعبي ريال مدريد جوميز. بصراحه الاستفاده طبعا اكيد استفاده فنيه، انا ماليش دعوه بالنتائج، المباريات الوديه مش مهم فيها النتائج، حتى لو كان كسب كوريا هو تعادل بس المظهر كان كويس والاداء كويس، وهيبان اكتر في مباراه النهارده. ولا ننسى بين قوسين ان عنده لعيبه اساسيين مع المنتخب الاول، لما يرجعوا له هيكونوا اضافه، ممكن رمضان صبحي، ممكن مصطفى محمد، يعني الامور دي هتزيد اللعيبه دي لما ترجع له ويبقى الاساس عنده، هيبقى هتدي له افاده اكتر، اضافه اكتر، لكن الافاده طبعا مستفيد تماما من احتكاك بمدرسه اسيويه زي مدرسه كوريا، طبعا المدرسه البرازيليه الاولى في العالم بصراحه، دي قمه الاستفاده. هيكون في النهارده وجبه دسمه بصراحه، كلنا اعتقد هنستمتع بيها اكتر من مباراه مصر وتوجو اللي شغاله دلوقتي. اكيد. طب لو رحنا لاوروبا، الدوري الانجليزي لا يزال يسجل اعلى اصابات، 16 اصابه جديده في حوالي 6 ايام بحسب طبعا ما اعلن الاتحاد الانجليزي. ازاي ده ممكن ياثر على شكل المنافسه؟ هل ممكن يعني فيروس كورونا يبدا يعني ياثر من جديد ونشوف منافسات بتتاجل او دوريات بتتاجل؟ لا، الناس دي ما فيش حاجه، لا بياجلوا حاجه ولا بيعملوا حاجه، هي تاثر في اداء بعض الفرق منهم بكل امانه وللاسف الشديد. ليفربول عنده كده باصابه صلاح بقى عنده 7 مصابين، وكلها عناصر اساسيه، جوكوميز عنده، الكانتارا أعتقد عنده، وصلوا ل9 فان كمان يا دايك أستاذ محسن. كمان. طب خلاص يعني ليفربول يعني مسكين بصراحه، يعني الله يكون في عون يورجن كلوب. يمكن حتى الصحافه الانجليزيه فعلا عقب اصابه محمد صلاح كتبت وقالت ان محمد صلاح يمرض ليفربول، وكتبت وقالت كمان ان صلاح يزيد من معاناه يورجن كلوب، لان هي العمليه مش ناقصه. يمكن حتى يعني ايه صلاح طبعا لانه قيمه كبيره جدا، يعني مع كامل احترام للعيبه الثانيه، لكن صلاح عنصر اساسي وعمود فقري لفريق ليفربول، فهو لما يغيب يعني يضاهي 2 3 لعيبه زيه كمان قدوا، يعني هو قدهم يعني. كمان مع كل الغيابات دي للاسف الشديد هيكون اكبر الخاسرين هو نادي ليفربول، لكن مش هياثر على شكل المنافسه، هو ممكن يدي اريحيه للفرق اللي هتقابلهم في الفتره الجايه، زي ليستر سيتي كده لما يقابل ليفربول الماتش اللي جاي في الدوري الانجليزي، وحتى بعديه مباراه اتلانتا في الجوله الرابعه لدوري ابطال اوروبا دور المجموعات اللي هيقابل ليفربول في انجلترا، برضه هتبقى فرصه انه يستغل ظروفه، لكن لا هيبقى في تاجيلات ولا في شيء، اعتقد ذلك ان الغرب ما بيعندوش الكلام ده يعني مش زينا يعني. اخيرا يا استاذ محسن، يعني زي ما حضرتك عارف الاهلي عنده مباراه مهمه في كاس مصر يوم السبت، الصح ان موسيماني من وجهه نظرك يلعب باللعيبه الاساسيه التشكيله الاساسيه بتاعته، ولا يحافظ عليهم لحد مباراه نهائي افريقيا طبعا الاهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر؟ لا طبعا يحافظ على القوام الاساسي، لان يعني بطوله افريقيا لا تضاهيها اي بطوله، لا الدوري ولا الكاس مع كامل احترامي لكل دول، تبقى بطوله افريقيا هي العشق الاول لجماهير النادي الاهلي وحريص عليها ازاي. كمان البطوله دي الثالثه تبت، الاهلي كان صعد في اخر 3 سنين مرتين وخسر الاثنين للاسف، فعنده الثالثه دي يقدر يعني نتمنى له طبعا التوفيق، هو قبل نادي الزمالك الاثنين مصريين، لكن
يعني اعتقد هتبقى مجازفه كبيره جدا من موسيماني ان هو يشارك اللاعب الاساسيين في مباراه ابو قير. يعني اعتقد الصف الثاني في النادي الاهلي كفيل بهذه المباراه. شكرا جدا، بشكرك جدا استاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي، كنت معايا في برنامج السادسة.